مهدت المحكمة العليا الإسرائيلية الطريق اليوم أمام هدم قرية بدوية في الضفة الغربية المحتلة وتهجير سكانها. القرية التي أصبح مصيرها خلال الفترة الماضية مثارا لاحتجاجات فلسطينية ومبعثا لقلق دولي. وقال متحدث باسم المحكمة إنها قضت برفض الالتماسات المقدمة من قبل السكان ضد هدم قرية خان الأحمر، مضيفا أن إنذارا قضائيا مؤقتا بتعليق هذا الإجراء سينتهي خلال أسبوع. اعتصام مفتوح في تجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. القرار أعلن عنه الفلسطينيون في مؤتمر صحفي في التجمع للرد على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح بهدم الخان الأحمر. كما نؤكد وندعو كافة أبناء شعبنا وقواه السياسية وفصائله ولجان المقاومة الشعبية وكل مؤسساته وكل الغيورين على بقائنا على أرضنا وعلى مشروعنا الوطني أن يأتوا لينضموا إلينا في الاعتصام المفتوح في الخان الأحمر. بعد أن جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار الهدم أكثر من مرة في الفترة الماضية، جاء قرارها النهائي هذا الذي يسمح بإخلاء وهدم تجمع الخان الأحمر بعد أسبوع من تاريخه. الحكم القضائي يغلق الباب أمام أي تحرك قانوني ضد الهدم. واضح أن المحكمة الإسرائيلية لا تريد أن تنظر في ملف آخر للخان الأحمر، وقالتها بصريح العبارة في هذا القرار: لا تقدموا، يعني تطلب من سكان الخان الأحمر إذا قدمتوا التماس جديد سوف نرفضه، إذا قدمتوا أي خطوة قانونية أخرى سوف نرفضه. حراك مستمر ونحن سنبقى هنا صامدون، لا نرحل ولن ترهبنا لا دبابات ولا جرافات الاحتلال ولا جنودها المدججة بالسلاح، لن نرحل من هنا، نحن صامدون، هذه أرضنا، هو يرحل. سلطات الاحتلال تسعى لتهجير نحو 40 عائلة من تجمع الخان الأحمر لصالح مشروع إيوان الاستيطاني، مشروع تهدف من خلاله لفصل جنوب الضفة عن وسطها وشمالها. قرار بالاعتصام والتواجد الدائم في تجمع الخان الأحمر البدوي بعد قرار إسرائيلي نهائي بهدمه يعول الفلسطينيون على الحراك الشعبي لحماية التجمع والتصدي للقرار. أحمد جردت، التلفزيون العربي، من تجمع الخان الأحمر شرق القدس. معنا من رام الله إيمان عواد، المحامية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سيدة إيمان، لماذا هذه المرة قررت المحكمة العليا الإسرائيلية رفع تجميدها لقرار الهدم؟ على ماذا استندت قانونيا برأيك؟ مساء الخير. لم يكن القرار قانوني، المسوغات القانونية تقدمت على أكمل وجه. كان لدينا ثلاث مسارات لتقديم الملف القانوني. المسار الأول كان ضد الهدم، المسار الثاني ضد الإخلاء، والمسار الثالث وهو طلبات الترخيص الخاصة بتجمع الخان الأحمر. القرار كان سياسي بامتياز. المنظومة القضائية منظومة احتلالية، منظومة أفراد من الدولة، من دولة الاحتلال، هم الذين يتحكمون بها، وهذا ما إن دل على شيء وإنه يدل على شكر وعرفان وتقدير من وزير الدفاع الاحتلالي الليبرمان على قرار المحكمة العليا الاحتلالية وشكرها لقرار التهجير القسري بحق سكان الخان الأحمر. طيب الآن سدت الأبواب القضائية أمام الفلسطينيين، ما خياراتهم برأيك؟ أن يتركوا أرضهم وديارهم؟ بالتأكيد لا. الخيار الأوحد والأشمل هو تكثيف الجهود، الحشد الجماهيري، الهبة الجماهيرية بالتجمع الخان الأحمر. يجب على الكل الفلسطيني التواجد داخل التجمع الخان الأحمر. إن هدموه سيقوم ببنائه لجان المقاومة الشعبية، الفصائل الفلسطينية، والكل الفلسطيني موجود بشكل دائم وكبير، وسيتم حشدهم بطريقة جماهيرية للالتفاف حول التجمع الخان الأحمر لدعم صمود السكان ولعدم ترك المكان وعدم إخلاءه من السكان. هذا الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إخلاء السكان الأصليين من أراضيهم وإحلال قطعان المستوطنين الإسرائيلي على هذه الأرض. نعم. وهذا ما لا يتم ولن يتم من خلال الهبات الجماهيرية، الحشد الجماهيري. نعم. الالتفاف الشعبي حول التجمع الخان الأحمر. هذا على المستوى الشعبي. على المستوى السياسي برأيك ماذا على السلطة أن تفعل أو تطالب؟
على السلطة متواجدة يعني من أول يوم، من اليوم الأول في تواجدنا في الخان الأحمر والاعتصام الدائم الذي كان طوال 55 يوم في التجمع الخان الأحمر، لم تترك القيادة الفلسطينية الساحة بكافة فصائلها، بكافة أطيافها، بكافة عناوينها السياسية، كانوا متواجدين طوال الفترة، لم يتركوا الخان. هذا ما كان ظاهرا خلال الألفية التي حشدت يوم القرار قبل النهائي في تجمع الخان الأحمر. القيادة الفلسطينية موجودة، الحشد الجماهيري موجود، وسيتم تفعيله في أقرب وقت ممكن. طيب سيدة إيمان، اللافت أن في الفترة الأخيرة تتوالى الأحكام القضائية من المحاكم الإسرائيلية التي تشرعن الاستيطان بطريقة أو بأخرى. الأسبوع الماضي كما تعرفين شرعنت محكمة أولية إسرائيلية بؤر عشوائية استيطانية بحجة أن أصحابها سيطروا على الأراضي الفلسطينية بنيات حسنة، وكانت هذه حجة عجيبة غريبة. كيف نفسر هذا التصاعد من قبل الجانب القضائي الإسرائيلي في مصادرة وإعطاء شرعية للسيطرة على أراضي الفلسطينيين؟ المنظومة القضائية الإسرائيلية هي منظومة احتلالية، منظومة تسعى لشرعنة البؤر الاستيطانية. لكن هناك تصاعد في الفترة الأخيرة، قرار سياسي. سياسة التهجير القسري قرار سياسي بامتياز على كافة المستويات، بكافة الضفة الغربية، بكافة المناطق. نعم. التجمعات البدوية. شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. عفوا. تماما. إيمان عواد، المحامية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا.